أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثانية، والبداية بالعناوين. لجنتي صياغة تعديل اتفاق إسخرات تختتم جلسات الأسبوع الأول اليوم الخميس، والبعثة الأممية تؤكد مواصلة الاجتماعات الأسبوع القادم. أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يستنكرون طرح العملية الدستورية في اجتماعات تعديل اتفاق إسخرات في تونس. القمة الأوروبية في بروكسل تناقش تداعيات الهجرة غير القانونية ومعالجة أسبابها في ليبيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت لجنتا تعديل اتفاق إسخرات خلال اجتماعهما عن تشكيل لجان مصغرة لمناقشة الملفات المطروحة. لجنتا تعديل اتفاق إسخرات أكدتا على أنه من بين الملفات التي تناقشها اللجان المصغرة هي السلطة التنفيذية والمادة الثامنة المسار الدستوري. تقدم ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة بمقترحات تتضمن صيغتين لاختيار المجلس الرئاسي المقترح، إما بالقوائم أو بانتخابات داخلية للمجلسين. الأعلى للدولة اقترح أيضا أن تحدد مهام رئيس الحكومة وعلاقته برئاسي المقترح والبرلمان المنحل. بخصوص الدستور، تقدم الأعلى للدولة بمقترح تضمن رؤية للدستور بحسب المادة 23 من اتفاق إسخرات قبل طرح صيغة الدستور، وفي حال فشل تمرير الدستور المزمع عرضه للاستفتاء فإنه يتم العودة للدستور 51 المعدل بعد تعديل باب الحكم والحقوق. قال عضو مجلس النواب المنحل عصام الجاني أن بعثة الأمم المتحدة تحاول موائمة النقاط الخلافية بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة. الجاني في تصريح إعلامي أشار إلى أن هناك تعنتا من مجلس الدولة حول المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية بالاتفاق، وهذا يقود إلى تعنت مجلس النواب كون المادة الثامنة من ثوابت المجلس حسب وصفه، مضيفا بأن تعديل الاتفاق سيكون في بعض النقاط الجوهرية فقط. هذا وكانت اجتماعات لجنتي الصياغة المشتركة بين مجلسي النواب المنحل وما يعرف بمجلس الدولة قد انطلقت مجددا الخميس في مقر الأمم المتحدة بتونس لاستكمال التعديلات على اتفاق إسخرات. في السياق ذاته، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على صفحتها الرسمية نجاح المشاورات الداخلية بين أعضاء الوفدين في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت على تحديد حجم المجلس الرئاسي ليقتصر على 3 أعضاء، فضلا عن وضع آلية لعملية صنع القرار في المجلس ومعايير ترشيح أعضائه. وكانت جلسات لجنة الصياغة قد توقفت عقب قرار لجنة الحوار التابعة للبرلمان المنحل تعليق المشاركة في الجلسات حتى يقدم ما يعرف بمجلس الدولة مقترحات مكتوبة، حسب ما صرح به رئيس لجنة حوار البرلمان المنحل. هذا وكانت عضو ما يعرف بمجلس الدولة آمنة مطير قد قالت إن الاجتماع الذي دار الأربعاء مع المبعوث الأممي كان بخصوص ما اتفق عليه المجلس وكتب لدى الأمم المتحدة. مطير في تصريح خاص للتناصح أشارت بأنهم اتفقوا على أن يكون المجلس الرئاسي متكونا من رئيس ونائبين ورئيس وزراء فقط، مضيفة بأنه سيكون من اختصاصات الرئاسي منصب القائد الأعلى للجيش والمناصب السيادية، منوهة إلى أن الرئاسي هو من سيسمي رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بدوره يسمي حكومته، مشيرة إلى أنهم طلبوا بأن لا تكون الحكومة تحت الابتزاز كما حدث لحكومة السراج من قبل البرلمان على حد تعبيرها. ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. دكتور محمد حياك الله. الله يحييك.
في البداية يعني دكتور محمد، الصورة فيما يحدث في تونس ليست واضحة، ليس هناك تصريحات إعلامية متماثلة من لجنة البرلمان ومن لجنة المجلس الأعلى للدولة. برأيك هل هي يعني تعكس الخلاف الحاصل فعلا بين اللجنتين عن مدى بعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة السياسية؟ لا، هو سبب على ما أعتقد يعني أن سبب عدم وجود تصريحات هو شبه اتفاق بين الطرفين بتجنب الإعلام. لا، أنا تحدثت عن التصريحات المتناقضة، لما تحدثت عن كون نعم هناك تصريحات صدرت عن لجنة البرلمان تتحدث عن بقاء المادة الثامنة، عن إلغاء المادة الثامنة كونها من ثوابت اللجنة التابعة للبرلمان، فيما تحدثت تصريحات أخرى عن إحالة اختصاصات القائد الأعلى وبعض المناصب السيادية إلى الرئاسي الجديد. هو طبعا ما تنساش أن هذه المفاوضات، المفاوضات يعني نوع من الحرب أيضا، فكل حد يستخدم هذه التصريحات أو ما يسمى التسريبات لمحاولة كسب بعض النقاط يعني على الأرض. هذا هو سبب تصريحات الأحد. الآن لا يوجد هناك اتفاق، وإن كان موضوع المجلس الرئاسي وكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يقوم الرئيس ونائبين، هذا يعني شبه متفق عليه. احتمال إلغاء المادة الثامنة إلغاء كبير جدا، ولكن بنقل هذه الصلاحيات للمجلس الرئاسي وليس كما يريد البرلمان إلغاءها مطلقا، لأن البرلمان يريد إلغاءها مطلقا واعتبار القيادات اللي سماها هو هي القيادات العليا للجيش، وهذا على الأقل الآن لن يتم. طيب، سأكون واقعيا جدا يعني في الأسئلة دكتور محمد، عندما نتحدث عن المادة الثامنة هناك طرف عسكري يريدون إخراجه من الصورة، بينما هو يسيطر على مساحات دعنا نقول يعني متفقين أو على أن هذا الطرف يسيطر على المنطقة الشرقية بالكامل. هل إلغاء المادة الثامنة فعلا قابل للتحقيق على أرض الواقع على الساحة الليبية؟ هو نقدر نقول أنه هو خطوة في الاتجاه الصحيح، أما أن إبعاد خطر المواطنين أكثر، يعني إبعاد خطر عن الساحة، نعتقد أن خطر لن يتم إبعاده إلا كما تم إبعاده نفس الطريقة بالضبط، لأنه هو كان طبعا ركيز القذافي ونفس العقلية ونفس التفكير. كيف سيتم إبعاده بنفس الطريقة دكتور؟ لا أدري طبعا في المستقبل كيف يصير، ولكن أعتقد أنه هو لن يستسلم بسهولة وأنه سيكون هناك نوع من القتال. يعني طبعا حصر عنده مشاكل حقيقة في المناطق الشرقية، رغم سيطرته الآن سيطرته على الجنوب اللي يعني ادعاها كانت كاذبة، لأن الجنوب تحت سيطرة أناس آخرين. القبائل في الشرق بدأت تتململ من حكم حصر، لأن اسطوانة الحرب على الإرهاب انتهت ما يعلم الجميع، ولكن ما زال طبعا حصر مسيطر، لأن طريقة السيطرة يسيطر بها على المناطق اللي هو فيها هي نفس طريقة القذافي عن طريق الأمن وشارع البيت بين قوسين. طيب، يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى دعنا نرجع إلى المسار السياسي. برأيك ما هي النقاط التي يمكن أن يكون قد طرحها مجلس الدولة، كما سمعنا بأنه أوصل إلى المبعوث الأممي مجموعة نقاط وثوابت؟ برأيك هل من ضمنها مثلا إلغاء المادة الثامنة أو نقل صلاحيات المناصب السيادية إلى الرئاسي الجديد وتقليص عدد أعضائه، ومن الممكن أن يكون البرلمان غير موافق على هذه النقاط؟ لا، هو طبعا كما قلت قبل قليل يعني فيه اتفاق للآن مش كامل، ولكن حول أن المجلس الرئاسي بلا رئيس ونائبين وأن هو يكون القائد على القوات المسلحة. هذه اقتراحات من الطرفين وأعتقد أنها ستمر. الآن هناك طبعا مازال من غير المادة الثامنة في مشكلة في الحكومة. المجلس النواب يريد أن يعطي الثقة للحكومة. المجلس الأعلى للدولة لا يعارض هذه الفكرة، ولكن يحدد ذلك بمدة معينة، يعني حتى لا كما قالت السيدة هم تماما لا يريد الابتزاز من جديد. إذا كان هناك أعطاء ثقة للحكومة ومجلس النواب فيجب أن يكون في مدة محددة، فلنقل يعني على سبيل المثال أسبوعين. إذا لم يقم مجلس النواب بإعطاء الثقة في هذه المدة للحكومة، فإن الحكومة ترجع تأخذ اعتمادها من المجلس الرئاسي. هناك شيء آخر، وهو أن في حال رفض مجلس النواب
اعطاء الثقه للحكومه يجب ان يكون باسباب واضحه وصريحه. لان للاسف الشديد يعني كثير من اعضاء مجلس النواب يهمهم كثيرا تشكيل الحكومه لاجل وضع انفسهم او معارفهم او اقاربهم في مناصب. طيب دكتور محمد، طيب دكتور محمد، نحن عندما تحدثنا مع السيدة أمنة مطير وسألناها عن ما هي الضمانات التي يجب أو ربما قد يستطيع مجلس الدولة الحصول عليها في هذه المفاوضات حتى يمرر الاتفاق أو تعديل الاتفاق مثل ما يعني سيتم التوقيع عليه في تونس، ربما ما هي الضمانات برأيك دكتور التي يجب أن يحصل عليها مجلس الدولة؟ نحن لم نجد إجابة من السيدة أمنة. هو شوف انا يعني حنحاول كلام قلته من سنتين او ثلاث سنوات فاتت يعني. نعم. الضمان الحقيقي. نعم دكتور محمد. الو. نعم اسمعك. نعم. الو. نعم. قلت انا هذا كلام قلته ثلاث سنوات فاتت. الضمانه الاساسيه في كل هذا ان يكون هناك عندك ممثلين في المجلس الرئاسي وفي الحكومة، يعني في السلطة التنفيذية. هذا الكلام قلناه من ثلاث سنوات فاتت، قلنا الاتفاق، كل نصوص الاتفاق هي جزء، ولكن الشيء الأساسي هو كونك موجود داخل المجلس الرئاسي. طبعا كونك المجلس الرئاسي هو السلطة التنفيذية. الآن السلطة التنفيذية حتنقسم بين الحكومة وبين المجلس الرئاسي. الضمان الحقيقي أنه يكون ليك أسماء ممثلين ليك داخل هذه الحكومة، سواء في المجلس الرئاسي سواء في الحكومة، وعندهم صلاحيات واسعه، عندهم صلاحيات الحكومه. ولكن هذا هو الضمان الوحيد. نعم. هذا نعم. الضمان لن يكون هناك اي ضمان. طيب دكتور محمد، من جهه اخرى هذه الاجسام التي تحدثت عنها لابد لها من نيل الثقه من البرلمان. يعني كيف نحل هذه الاشكاليه؟ لا 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 لا، شوف المجلس الرئاسي لا يحتاج الى ثقه من البرلمان. طيب. بينما الحكومه كما قلنا تحتاج الى ثقه من البرلمان، ولكن الان الكلام كله على انه يكون هناك مدد محدده. يعني اما تعطي الثقه في 10 ايام او اسبوعين، والا فان الثقه ستعطيها المجلس الرئاسي. ولذلك سيكون هناك صراع كبير جدا على تركيبه المجلس الرئاسي ومن فيه. طبعا الان الى الان اتفاق ان المجلس الرئاسي سيكون من ثلاث اشخاص، واحد من منطقه طرابلس والاخر من غزلان والثالث من بركة. طريقه تشكيلها الى الان غير واضحه، هناك بعض الخلافات حول هذا. بالنسبه للحكومه، رئيس الحكومه سيسميه المجلس الرئاسي. طيب ألا ترى سيد محمد أن تكرار عملية المحاصصة في المجلس الرئاسي ربما قد تعيد ما حدث قبل سنة ونصف أو ما يزيد؟ يعني قصة التسع أعضاء هي نفسها قصة الثلاث أعضاء عن ثلاث أقاليم. يعني لماذا يتم تجدير الخلاف والانقسام في الأجسام السياسية؟ هو احنا اتبنى بالمحاصصة، كانت المحاصصة يوم تم إغلاق الوادي الأحمر قبل حتى انتخابات المؤتمر الوطني او في اثناء انتخابات، لا اذكر الان بالضبط التاريخ. منذ ذلك اليوم واحنا في كارثه تسمى كارثه المحافظه، اللي هي كان اغلاق الوادي الاحمر لسبب لجنه الدستور ولسبب انهم كانوا يريدوا ان كل القرارات الحاسمه في المؤتمر الوطني تتخذ باغلبيه الثلثين، وهذا هو سبب الكارثه الاساسي اللي وصلنا اللي احنا فيه اليوم. الان نحن في عز المعمعه بين قوسين، لا اعتقد ان بالامكان في هذه اللحظه من التاريخ تغيير هذه المعادله، اعتقد ان تغيير المعادله بعد الدستور، ولكن حتى في هذا للاسف الشديد الدستور فيه المحاصصه فيه مصيب كبير جدا. قبولنا بالمحاصصه في ذلك اليوم كان اكبر الكوارث اللي حلت فيها الثوره الليبيه. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي على رحابة صدرك، ونود أن ننوه لأننا حاولنا الاتصال أيضا بأحد أعضاء مجلس الدولة المتواجدين في تونس ولكن لم يرد علينا ولا نعلم الأسباب. تساؤلات كثيرة تطرح عن حقيقة دور الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، فهل تريد الأمم المتحدة حلا في ليبيا فعلا أم أنها تسعى وراء شيء آخر؟ وهل نجحت الأمم المتحدة في حل أي أزمة في المنطقة؟ عن حوار تونس وجد والتعلق بنتائجه سميل عبد السلام بن عبد الرحمن عد لنا التقرير التالي. بعدما احتفلت الأمم المتحدة ولجان حوارها المنبثقة عن النواب المنحل ومجلس الدولة في الصخيرات قبل عام ونيف، ها هي الوجوه ذاتها تعاود الكرة لمحاولة إيجاد اتفاق جديد دون أن تعترف هذه الأطراف بفشلها الذي هللت له
ووصفت معارضيه بأنهم معرقلون للسلام. اتفاق صخيرات الذي أصر المبعوث السابق كوبلر أنه غير قابل للتعديل وأن ملفه أقفل، ها هو المبعوث الجديد غسان سلامة والمجتمعون في تونس يفتحون ملفه ويعبثون بمخرجاته في محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية التي زادت الحكومة المقترحة من الأمم المتحدة في تأزيمها وإيصال البلاد لحالة الدولة الفاشلة التي لا تستطيع حتى السيطرة على مؤسساتها. تجارب الأمم المتحدة في المنطقة من العراق إلى اليمن وصولا لسوريا لم تكن تدخلاتها إلا زيادة للفرقة وإشعالا للحروب وزيادة في معاناة الشعوب وانسدادا لآفاق المصالحة الشاملة وجمع الكلمة، بل كانت تدخلاتها لفرض طرف على آخر وتثبيت جماعة وإقصاء أخرى حسب ما يرى متابعون. وإذا كانت تدخلات هذه المنظمة تأتي بهذه النتائج الكارثية، يتساءل كثيرون لماذا يصر الساسة الليبيون على تسليم كامل الملف الليبي للأمم المتحدة دون أن تكون هناك إرادة حقيقية للشعب الليبي الذي أضحى حقلا لتجارب الأمم المتحدة والتي أوصلته لما هو فيه من ضنك للعيش ومعاناة وعدم الاستقرار. وجدوى تلك الرحلات المكوكية التي تصرف عليها آلاف الدولارات من قوت الشعب الليبي، فهل سيتمخض عن حوار تونس تجربة فاشلة جديدة كتجربة الصخيرات، أم أن الأمم المتحدة جادة هذه المرة في حل الأزمة الليبية؟ أكدت ناطقة باسم البعثة الأممية في ليبيا سوسن غشابي أن الأمن الدبلوماسي التابع للسلطات الليبية ومن يقوم بحماية البعثة خلال تنقل موظفيها خارج مقراتهم. الناطقة باسم البعثة في ليبيا أوضحت أنه لا صحة لنشر 59 جنديا من النيبال لتأمين موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقرهم في ليبيا. استنكر أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان لهم الخميس طرح العملية الدستورية كبند رئيسي في الحوار السياسي الجاري في تونس. البيان شدد على أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الوحيد بشأن إعداد مشروع الدستور، أن الأحكام الصادرة ضدها هي أحكام مؤقتة تقضي بإيقاف قرار مشروع الدستور فقط دون النيل من مشروعيته. وأضاف البيان بأن عرقلة المسار التأسيسي وعدم الذهاب إلى الاستفتاء سيؤدي إلى استمرار المرحلة الانتقالية التي انعكست على حياة المواطن اليومية، مهيبا في الوقت نفسه كافة الأطراف المعنية ضرورة إكمال المسار الدستوري وعدم المساس به. ومعي عبر الهاتف حول هذا الموضوع مشاهدنا السيد محمد الصاري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. سيد الصاري حياك الله. السلام عليكم، تحية لي كل السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. حياك الله. بداية أجملتم اعتراضاتكم على ما يحدث في تونس من تناول الجانب الدستوري، أعتقد في أربع أو خمس نقاط أو ربما حتى ستة، لست متأكد من الرقم، ولكن يعني لو تجمل للسادة المشاهدين باختصار هذه النقاط سيد الصاري. أولا احنا طبعا قلنا أن الهيئة التأسيسية هي منتخبة بناءه طبعا كان على بناء على أحكام. للأسف الانقطاع الخط مع السيد محمد من المصدر، ولكن سنعيد الاتصال به مرة أخرى. أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الاتحاد يتعاون مع المنظمات المعنية بالهجرة لمعالجتها سواء داخل أو خارج الأراضي الليبية. وأوضحت موغريني في تصريحات لها لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدولية في بروكسل أن التعاون الذي تبذله مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع المنظمات الدولية أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين. وتوقعت ممثلة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من زعماء الدول الأعضاء إعطاء دفعة جديدة لعمل الاتحاد الرامي إلى تعزيز الاستثمار في أفريقيا على حد قولها.
ومعي مرة أخرى مشاهدينا عبر الهاتف السيد محمد الصاري عضو الهيئة التأسيسية. سيد الصاري لو تكمل من حيث انقطع الخط. نعم، قلنا أن الهيئة التأسيسية هي انتخبت بناء على أحكام دستورية واضحة في الإعلان الدستوري. نعم. وطبعا الآن الهيئة طبعا بعد انتخابها أنجزت مشروع الدستور وسلمته وتم التصويت عليه ب 43 صوت. وفي نفس الوقت طبعا الآن المشروع خرج حتى من إيد الهيئة التأسيسية ولم يعد ملكا لأحد، ولكن ملك للشعب الليبي اللي هو حيستفتي عليه بنعم أو لا. ثانيا أن البعثة الأمم المتحدة ليس لها علاقة بأي تدخل ولا أن تقحم هذا المشروع الدستوري في حوارات سياسية وفي تونس ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة. هي فقط بعثة للإرشاد والمساعدة في هذا الموضوع. لكن أن تدخل مشروع الدستور بعد أن تم التصويت عليه وللتعديل والتوافق ما بين أجسام سياسية لها سنتين وهي تتصارع وأدخلت البلاد في عدة مشاكل، يعني هذا حقيقة عبارة عن قتل للمسار الدستوري وإنهاء يعني للمرحلة اللي هي المرحلة. طيب نعم. طيب سيد الصاري، هم اقترحوا العودة إلى دستور 51 المعدل في سنة 63 مع تعديل أحكام الحكم والحقوق، يعني برأيك هذا دستور جاهز ربما قد يتم الدفع به وهو دستور الآباء المؤسسين، لماذا تعترض اللجنة؟ يعني يتساءل الشارع أو حتى المتابع للشأن الليبي، لماذا تعترض لجنة صياغة الدستور على دستور جاهز وتدعو إلى دستور ربما قد يكون عليه خلاف، وحتى في آلية طرحه للاستفتاء هناك مشكلة كبيرة لوجود أكثر من جسم تشريعي يعني يدعي أن الشرعية ترجع له؟ ومن قال أن دستور 51 معدل في 63 على اتفاق هو؟ وعرض في الهيئة التأسيسية، إذا كان أعضاء الهيئة التأسيسية يعبرون أو معبرين عن الشعب الليبي وتم انتخابهم من جميع مدن ليبيا من دوائر انتخابية، هؤلاء عرض المشروع 51 المعدل في 63 في الهيئة التأسيسية ورفض، لم يقبله إلا 9 و10 أعضاء من الهيئة التأسيسية، وأنا أول من عرض المشروع هذا من 2014 على الهيئة التأسيسية وقلت لهم إذا لم تستطيعوا في 4 أشهر انكم تنهوا مشروع الدستور فلتقدموا للليبيين هذا المشروع اللي هو مشروع الدستور 51 معدل 63، لكن اعضاء الهيئه رافضين لان لابد ان دوائرهم الانتخابيه لا تريد مشروع ال 51 اللي هو معدل في 63، وبالتالي ادخال يعني مناقشه هذا الموضوع يعني في الحوار السياسي انا اشعر به هو عباره عن تمطيط وتمديد للمراحل الانتقاليه، يعني نشعر وكأن ليس هنا لا توجد رغبة حقيقية في استقرار البلاد، يعني بعد وصلوا في الدستور اللي تم التصويت عليه ونبوا نعدوا نديروا تعديل آخر أو التلاعب به أو ما إلى ذلك، حقيقة هذا يعني مش من حقهم، أنهم أجسام سياسية مختلفة وربما لا تمثل الليبيين كلهم يعني. طيب سيد محمد، هذه الأجسام التي تتحدث عنها هي أجسام تشريعية كما يراها البعض وكما يعترف بها المجتمع الدولي، أليس من حقها أن تناشق أن تناقش عفوا مثل هذه الأمور؟ حتى هي زيهم منتخبة من الليبيين جميعا، وبالتالي أنت كيف على أساس أنت تأخذ هذا المشروع اللي تم التصويت عليه وانتهى أصبح مشروع الآن وفق الإعلان الدستوري فقط هذا عبارة عن موضوع للتصويت، موضوع ملك الشعب الليبي صوت عليه بنعم أو لا، ليس ملكا لمجلس النواب ولا مجلس الدولة أنهم يضعوه في حوارات توافقات سياسية ومحاصصات، حيدخلوه حتى هو في محاصصات ومش حيطلعوا ولا بحاجة، هذه هي القصة. هي طيب إذا أنتم في الهيئة المشروع الدستور للحوار السياسي الآن، يعني لو فشل الحوار السياسي معناه بعد ما يدخلوه يعدوا كذا يعني مات المشروع ما عاش عندنا مسار دستوري، حقيقة هذا اللي نشعر به يعني البيان اليوم كله من أجل استنكار واستغراب مالي أن البعثة الأممية تدخل مشروع الدستور وتضع في بند الحوار السياسي. طيب إذن أنتم في الهيئة ترون بأن هذا الأمر هو خارج إطار تعديلات الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية وليس من حق لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة التعدي على هذا الموضوع وإدخاله في مفاوضات سياسية؟
نعم نعم، هذا هو فحوى يعني ملخص للقيام بالكامل. طيب هل تواصلتم مع أي من اللجنتين المتواجدات في تونس التابعة للبرلمان أو حتى مجلس الدولة وسألتموهم لماذا يتم إقحام مثل هذا الملف وما هي وجهة نظرهم؟ نقول لك الحقيقة واضحة أن هناك أعضاء في مجلس الدولة وفي البرلمان مش عاجبهم، يعني زي ما هم الآن مختلفين على المادة كذا وعلى بعض المحاصصات اللي تعاركوا عليها ومختلفين فيها، نفس القصة إن هم الآن الدستور هذا بيخضعوا لمحاصصاته ومعاش يتم، حيطلع هجين غريب جدا جدا. يعني حيل هي تسيير لها 3 سنوات وإحنا في خلافات وفي صراعات وفي نقاش من حتى تمخض صوته عليه 43 صوت أعلى من اللي ما هو مطلوب 41 صوت بالعنان الدستوري. التعدي تأخذ هذا المشروع من أجل يحقق رغبات فلان أو لفلان، واحد ما يبيش الجنسية، واحد يبي الجنسية، واحد يبي عسكري، واحد ما يبيش عسكري، واحد يبي نفط، يعني بتدخل المحاصصات مع شطلة. هذا مشروع بكر حقيقة، هذا الآن مشروع إذا كان عنده رغبة حقيقية في استقرار البلاد والوصول إلى مرحلة دائمة أنهم يتقوا الله في الشعب الليبي ويدخلوا هذا المشروع مباشرة للمفوضية العليا بحيث يتم الاستفتاء عليه. طيب سؤال آخر سيد محمد آخر. لكن أنت مشروع اتفقت عليه أعضاء هي التسجيل. طيب وضحت هذه النقطة سيد محمد، فقط لاستغلال الوقت لأن لدينا يعني متسع ضيق من الوقت، هل تناقشتم في هيئة صياغة الدستور بأن ترسلوا وفد ربما لتونس للحديث مع اللجنتين وحتى مع المبعوث الأممي وتضعوه في الصورة بأنه ليس من حقهم الثلاثة مناقشة موضوع الدستور في مفاوضات سياسية؟ المبعوث الأممي للأمم المتحدة السيد غسان سلامة جلسنا معاه في طرابلس أعضاء الهيئة التأسيسية وتحدثنا معه ووضحنا له كل شيء، وقال إحنا ترجمنا المشروع هذا للأمم المتحدة وزعوه على بعض الدول وما إلى ذلك، وبعثت الهيئة التأسيسية رسالة رسمية لم يرد عليها ولا قال لنا ولا حاجة، ولا بعثوا حتى بشيء يعني ناقشهم غادي في موضوع الحوار. يعني أنا أتكلم يعني أن تذهبوا أنتم إلى تونس. البعثة الأموية الآن تتجاوز صلاحياتها، لأن ليس من صلاحياتها أن تتدخل في المسار الدستوري، هذا اعتداء على السيادة الليبية، هذا حتى مخالف هم بروح من القرارات الإدارة بتاع مجلس الأمن، أن هي وظيفتها استشارية فنية، مش وظيفتها أن تتدخل في كل شيء. طيب يعني سيد محمد، في كل شيء. سيد محمد السؤال كان لماذا لا تذهبون أنتم إلى تونس، لا تنتظروا مراسلة لا من المجلس النواب ولا من مجلس الدولة ولا من البعثة الأممية، لماذا لا تذهبوا أنتم وفد شخصين ثلاثة أربعة من اللجنة ويوضح وجهة نظرهم هناك؟ ربما مشي تقريبا في مجموعة دايرينهم للحوار ويمشوا غادي، لكن هي الرسالة وصلت برسالة رسمية مكتوبة للبعثة الأممية، وجلست مع السيد غسان سلامة حتى قبل ما يطلع الخارطة الجديدة متاعه، ونحن اشتممنا من البداية أنهم يريدون إطالة مدة الأزمة في ليبيا حقيقة. نحن من المفترض نعم سيد محمد على ما يبدو نية صادقة في استقرار ليبيا، هذا هو الواضح الآن لنا. نحن لا نستطيع أن نحكم على هذه النوايا وهذا رأيك الخاص، لكن حاولنا التواصل. نعم أصبح الآن واضحة في ما يحدث يعني في طيب في نحن حاولنا التواصل مع أحد أعضاء مجلس الدولة ليكون معنا في هذه النشرة، وربما نستوضح منه بعد يعني بعض النقاط، ونسقنا معه مسبقا ولكن لم يرد على اتصالاتنا لأسباب لا نعلمها. على أي حال أشكرك جزيل الشكر السيد محمد الصاري عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. اتفقت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون من خلال الحوار الدوري المنتظم حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن الإقليمي لمواجهة خطر الاضطرابات الأمنية سواء في ليبيا أو مالي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع عدد من المسؤولين الأوروبيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب المنعقدة مساء الخميس. ورحب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تجاني خلال لقاء مساهل بنوعية روابط التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الجزائر في إيجاد حل للأزمة الليبية.
هذا وتحدث وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن تعزيز العلاقات مع تشاد والنيجر ومالي بشأن التحكم في الحدود الجنوبية لليبيا، مستشهدا بأن حجم تدفقات المهاجرين عبرها نحو إيطاليا تراجع بنسبة 25%. المسؤول الأمني في الحكومة الإيطالية بحسب وكالة أكي قال بأنهم أبلغوا دائما الجميع بأن الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود الجنوبية لأوروبا، حيث بوسع المقاتلين الأجانب المرور عبرها عايدين من ساحات القتال في سوريا والعراق على حد تعبيره، معلنا أن اجتماع وزراء داخلية السبع الكبرى المنعقد في إيطاليا سيتطرق إلى هذه القضية. في ملف ذي صلة ناشدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتدخل للتعامل مع أزمة المهاجرين في ليبيا. المناشدة جاءت على لسان الناطقة باسم المفوضية أندري مايجيتش الخميس، حيث أكدت اعتقال أكثر من 20,000 من المهاجرين من بينهم نساء وأطفال. أضافت مايجيتش أن المفوضية تعمل على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية لتتمكن الجمعيات الخيرية من مساعدتهم. أكد الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم قادة 90 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة غرب العاصمة طرابلس مساء الأربعاء. وقال قاسم في تصريحات صحفية أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود قارب مطاطي اقترب من حقل صبراتة النفطي طالبا الاستغاثة على بعد 50 ميلا، على متنه مهاجرون غير شرعيين. أوضح أن عملية الإنقاذ تمت بواسطة إحدى القاطرات التابعة لحقل صبراتة النفطي، مؤكدا أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 11 امرأة و23 طفلا. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. مديرو إدارات التعليم يناقشون مع مراقبي التعليم بعدد من المدن الغربية تطورات اعتصام المعلمين. لابد أن يكون في هذه الأحداث الدموية تحقيق جاد، تحقيق سريع حتى ينصف الناس، وكل مجرم ومذنب ينال عقابه. أما أن تترك هذه الحوادث لواحدة بعد الأخرى تمر دون أن يوقع عقاب ودون أن يكون هناك تحقيق حقيقي، فهذا تفريط. بعض هذه المسائل اللي تتعلق خصوصا بالسطو بالاغتيالات وبالقتل، وطالبنا الحكومة مرارا وطالبنا المسؤولين والنيابات ورجال القضاء أن يحزموا أمرهم والاستخبارات بحيث يضبطوا من هؤلاء المجرمين على الأقل عدد قليل و يقدموهم إلى المحاكمة والقصاص العادل. للأسف يعني هي طول هذه الشهور احنا نزلنا في نفس المكان، ما وجدنا تحقيقا جادا انتهى إلى نتيجة، وصار فيه تحقيق وصار فيه قصاص وعقوبة لجاري بحيث يكون عبرة ورادعا لغيره. انتظر بيان وقرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة للإفتاء من أول ما أعلن حفتر هذا الانقلاب، وحذر الناس من الانضمام إليه، وقال كل من يقاتل قال هو خارج عن ولي الأمر وخارج عن الشرعية باعتراف الحكومة وباعتراف المؤتمر الوطني. والبيان قال كل من ينضم إليه ويقاتل معه ويموت فيخشى أن يموت ميتة جاهلية. التي تبناها جماعة سموا بسم الدولة الإسلامية ولا داعش، وأتوا إلى شخص اسمه البغدادي أو كذا وأعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس إلى مبايعته ويقاتلون دينه دونه، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال. لابد من التبري من المجرمين،
لا تقوم لهذه الدولة قائمة إلا إذا تبرى أهل الحق وأهل الخير من المفسدين والمجرمين، لا يؤوهم ولا يؤونهم ولا يناصرونهم ولا يدافعون عنهم ولا يتسترون عنهم. فإن من أحدث حدثنا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإمارات في واقع الأمر هي تدعم التطرف، هي تقاتل مع الدواعش، هي تبعث الأسلحة لحفتر الذي يقاتل مع الدواعش، هذه حقيقة الأمر. المعركة الحقيقية يجب أن ينقلوها إلى بنغازي، لأن إذا انكسر شوكة حفتر في بنغازي انكسر شوكة الدواعش. المعركة معركة واحدة كما ذكرنا من أول الكلام، المعركة ليست هي معارك في الحقيقة، وإن تعدد جبهاتها فيها معركة واحدة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. تمكن القائمون على محطة باري الغازية صباح الخميس بنجاح من تشغيل محطة كهرباء باري الغازية للمرة الأولى بعد استئناف الأعمال بالمحطة، وأكد المهندسون القائمون على تشغيل المحطة أنه تم قبل قليل بنجاح تشغيل الوحدة الرابعة من المحطة باستخدام الوقود الخفيف. أشاروا إلى أن هذا التشغيل يعتبر تشغيلا مبدئيا تحت المراقبة لفترة من الزمن قبل مرحلة التحميل على الشبكة العامة. الجدير بالذكر أن محطة كهرباء باري الغازية تعتبر من محطات الانتاج الكبرى، وتتكون من 4 وحدات وبقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميجاوات. أعلنت الشركة العامة لكهرباء الخميس عن عدم وجود طرح أحمال لهذا اليوم، وبيّنت الشركة أن القدرة الإنتاجية للشبكة العامة هي 4300 ميجاوات، وأن الاستهلاك المتوقع هو 4250. عقب اعتقال المبروك حناش أحد أزلام النظام السابق جنوب طرابلس، هددت مجموعة من أتباعه بقطع الإمدادات بالماء من جبل الحسونة عن العاصمة في مشهد يعيد استنساخ أعمال الابتزاز التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون اتخذت من ليل الصحراء سترا لإجرامها. طالب من اللي سد المبروك حناش يفرجوا عنا كارة يطيقة، وهي منظومة النار قدامنا، وجميع قبائل الجنوب هنا متكاملة ومتواجدة وكان ما طلع خلال 72 ساعة، احنا نحرقها حرق. تهديدات بقطع الامدادات المائية من منظومة جبل الحساونة عن طرابلس، ليس ذلك فحسب، فالأمر قد يتعداه إلى تفجير خطوط نقل النفط والغاز من حقول الجنوب الغربي إلى المنشآت النفطية غرب العاصمة على يد جماعة مسلحة من أزلام النظام السابق تتبع الضابط السابق في الجيش الليبي مبروك حنيش. مبروك حنيش المجرحي من منطقة براك الشاطئ كان سابقا آمرا لما يعرف بحرس الحدود ما قبل الثورة 17 فبراير، تشير بعض المصادر إلى دوره الكبير في جلب المرتزقة من تشاد والسودان، وكان على رأس كتائب الجذافي التي حاصرت مدينة الكفرة، إلى أن تم دحره هو ومرتزقته أوائل مايو 2011 من قبل ثوار الكفرة. أحنيش كان قد أعلن قبل مدة في مقطع مصور في إحدى المناطق الصحراوية رفقة مجموعة مسلحة أنه سيتوجه إلى طرابلس ليحررها حسب قوله، والإعلان عن إعادة النظام السابق وتنصيب سيف الجذافي على رأس نظامه الجديد القديم. غير أن أحلام حنيش أو أوهامه ذهبت أدراج الرياح عندما توجه بداية هذا الشهر في رتل مسلح انطلاقا من الجنوب الليبي باتجاه منطقة ورشفانة، إلا أنه وقع في قبضة قوة الردع الخاصة في اشتباك مسلح جنوب العاصمة طرابلس. وعقب اعتقال حنيش هددت مجموعة من أتباعه بقطع الماء عن العاصمة وتفجير خطوط النفط والغاز
الممتدة من الجنوب إلى الشمال، ما لم يطلق سراحه خلال 72 ساعة في مشهد يعيد استنساخ أعمال الابتزاز التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون اتخذت من ليل الصحراء سترا لإجرامها وأوهامها. خلال 72 ساعة أو يتم تسكير النفط والغاز أو تفجيره خلال 72 ساعة. قال الناطق باسم مركز سبا الطبي أسامة الوافي إن أحد الأشخاص لقي حتفه الأربعاء في زحام لمواطنين كانوا ينتظرون توزيع سيولة نقدية قادمة للمصرف التجاري في مدينة سبها. من جهتهم تداول عدد من النشطاء بالصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير المواطنين أمام المصارف في بعض المدن الليبية دون أي تحرك من المسؤولين لحل الأزمة التي باتت ملازمة للمشهد الليبي. يشار إلى أن المصارف الليبية تعاني أزمة سيولة نقدية مزمنة، مما يضطر المواطنين إلى الوقوف ساعات طويلة على أمل الحصول على سحوبات متواضعة سبق تحديدها بشكل مسبق من قبل المصارف. سمة غالبة تلقي بظلالها على حياة الفئات الدنية من المجتمع وتشمل شرائح المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والجزء الأكبر من العاملين بالقطاع العام كالمعلمين وغيرهم، حيث تدني الرواتب ومعاناة طوابير المصارف. المزيد في تقرير صالح سلامة. لم يعد الليبيون يقضون فقط في الحروب وبالرصاص العشوائي وفي صراعات الجماعات المسلحة التي لا ناقة لأحد منهم فيها ولا جمل، بل باتت طوابير المصارف أقرب طريق إلى المقابر، سواء أكان ذلك قضاء برصاص من يحرسونها أو الموت اختناقا في الزحام أو دعسا تحت الأقدام. التدافع والتزاحم أمام المصارف من أجل دراهم معدودة بات السمة الغالبة على الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، وألقت بظلالها على الفئات الدنيا من المجتمع وتشمل شرائح المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية والجزء الأكبر من العاملين بالقطاع العام كالمعلمين وغيرهم، ممن وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة لا قبل لهم بها في وقت تدرعت فيه مؤسسات الدولة بأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. سنوات مرت والمصرف المركزي يعد بأنه قاب قوسين أو أدنى من وضع خططه الطموحة التي سوف تنقذ الدينار الليبي من أزمته الساحقة الماحقة وترفع عن الليبيين عيشة ضنكا باتوا يحيونها وألما أشد وأنكى باتوا يعيشونه، مع إشراقة كل صباح يحمل بين طياته اللامبالاة من الأطراف السياسية المتناحرة والأجهزة التنفيذية التي تعيش في كوكب غير كوكب الأرض، وفيما تعلن قطاعات هامة من المجتمع دخولها في إضراب عام بعد أن أعيتها الحيلة في الوصول إلى حقوقها، تواجه بتحذيرات للمسؤولين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما تمادى المضربون في إضرابهم، مما سيفتح الباب أمام الحالقة التي لا تحلق الرؤوس ولكنها قد تحلق مواطن الرزق والعيش. سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء عددا من خراطيم التسليك للشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بني غازي. رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والصرف الصحي منصور العريبي قال إن الشركة تسلمت عدد 13 لفة من خراطيم التسليك الخاصة بسيارات التسليك أو بسيارات تسليك مياه الصرف والأمطار، مشيرا إلى أن الشركة تعاني ضعفا ونقصا في الإمكانيات. من جهته قال مهندس قسم المياه والسكن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي أبو بكر جودلة أن اللجنة أقدمت على دعم الشركة، ذلك عبر تسليمها لعدد من خراطيم المياه التي يصل طولها إلى 50 مترا. لم تعد المساعدات الإنسانية من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتصرة على مخيمات النزوح، بل امتدت إلى دعم شركات القطاع العام باحتياجات أساسية تأمينها من مسؤولية الدولة الليبية. لا أحد يمكنه التكهن بالمصير الذي يتربص بمؤسسات الدولة الليبية ذات الارتباط المباشر بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بعد أن باتت عاجزة عن توفيرها ولو جزئياً.
خدمات المواطن في أمس الحاجة إليها، وقصر القطاع الخاص عن سد العجز فيها، فبات يهتم برفع الأسعار دون اهتمام بالجودة، فصار عمله كأنه أصابته ريح فجعلته هباء منثورا. المنظمات الإنسانية لم تقصر اهتمامها على المعوزين في مخيمات النزوح التي باتت وصمة عار في جبين الدولة النفطية الثانية إنتاجا على مستوى إفريقيا، بل امتدت يد العون إلى الشركات العامة، فها هي شركة المياه والصرف الصحي في بنغازي تتسلم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدا وحصرا 13 خرطوما لتسليك مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بعد أن عجزت الدولة عن توفيرها، بينما تفلح نفس الدولة في كل مرة في توفير النقد الأجنبي من السوق الموازية لرحلات النواب والوزراء ومن يسير وراءهم من حملة الحقائب والمتاع. الخرطيم التي أسعدت العاملين في الشركة أثلج تقديمها صدور العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث عبر أحد مهندسي اللجنة في بنغازي عن أن دعم شركة الصرف الصحي بتلك الخرطيم 13 والتي يبلغ طول كل منها 50 مترا سيسهم في حل مشاكل واختناقات شبكة المياه والصرف الصحي في بنغازي عقب توقف عدد من سيارات التسليك عن العمل بسبب نقص في خرطيم التسليك وتهالكها. يبدو أن ما تحتاجه البلاد في المقام الأول ليس خرطيم لتسليك مياه الأمطار، بل أخرى لتسليك العقول من وهم السلطة والتقافز إلى مراكز القيادة والحكم في بلد أحدث فيه نزاع الكراسي ندوباً وجراحاً حفرت أخاديد بعمق مأساة الوطن. ناقش مدير إدارة وزارة التعليم بالحكومة المقترحة مع مراقبي التعليم بعدد من المدن الغربية أخر تطورات اعتصام المعلمين مع تعليقهم الدراسة تزامنا مع بداية العام الدراسي. الوزارة على صفحتها الرسمية أوضحت أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة اجتماعات سابقة للوقوف على المعوقات التي تواجه المؤسسة التعليمية في ظل التواصل إقفال أغلب المدارس إلى حد الآن نتيجة اعتصامات المعلمين. أعلنت دار الإفتاء الليبية أن يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر أكتوبر هو المتمم لشهر الله المحرم لهذا العام 1439 للهجرة، ونوهت الدار إلى أن يوم السبت القادم هو الأول من صفر لهذا العام، داعية الله أن يجعله شهر خير وبركة على الليبيين وعموم الأمة الإسلامية. توفي الأربعاء أحد شيوخ قبيلة العبادات علي بوهليل الغيثي في حي شيحة الغربية بمدينة درنة. الشيخ علي بوهليل كان من رموز مدينة درنة ومن رجال المصالحة في برقة، عرف بحكمته ومشاركته في المصالحة بين المتخاصمين ودوره في الصلح الشعبي ومكانته بين شيوخ العرف. ذكرت مصادر أن عائلة بوهليل ستنتقل الجمعة إلى مدينة قبة لاستقبال المعزين في وفاة الشيخ بسبب حصار مدينة درنة الذي يحول دون مجيء الناس لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيدهم. رحبت حكومة إقليم كردستان العراق بدعوة الحوار التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لحل الأزمة الناتجة عن الاستفتاء الذي أجرته سلطات أربيل لاستقلال الإقليم. نقل التلفزيون الكردي عن حكومة الإقليم قولا أن ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار بشأن الخلافات استنادا إلى الدستور بإشراف دولي، داعية المجتمع الدولي للمساهمة والمساعدة في رعاية الحوار بين الجانبين، ما شددت في بيانها على أن التجارب التاريخية أثبتت أن إرادة شعب كردستان لن تهزم بالسلاح والإجراءات العسكرية، أن مشاكل العراق لن تحل بهذه الطريقة. والآن مشاهدينا هذه جولة في أخبار البلديات. اجتمع وكيل ديوان بلدية حي الأندلس ومدير مكتب الإصحاح البيئي مع مدير شركة الخدمات العامة فرع حي الأندلس
حيث تركز الاجتماع على مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركة بخصوص تكدس القمامة في الطريق العام وكيفية إيجاد حلول لها. وقد أكد مدير الشركة بأنه في المدة القريبة القادمة سيتم توفير عدد من الآليات بالإضافة للتعاقد مع شركات مساندة لنقل القمامة. كما طلب مدير الشركة من مكتب التخطيط بالبلدية تحديد نقاط على الطريق العام لوضع صناديق القمامة بها. تتابع فرق صيانة المرافق العامة وأعمال الطوارئ التابعة لبلدية طرابلس المركز أعمال صيانة الحفريات بالإسفلت البارد. وأضافت البلدية أن العمل يتم بالتنسيق مع مختار محلة ميدان الشهداء بطرابلس. دعت بلدية عين زار أصحاب المخابز والمطاحن ومحال الحلويات داخل البلدية إلى ضرورة حضور الاجتماع الهام يوم الثلاثاء القادم. البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية أوضحت أن الاجتماع سيكون لاختيار أعضاء النقابة لأصحاب التراخيص سارية المفعول داخل بلدية عين زار. قامت شركة البيانة بتوفير حقائب وأدوات مدرسية للتلاميذ والطلاب بالأسر المتضررة من فيضانات منطقة وادي الربيع. بلدية عين زار على صفحتها الرسمية أشارت إلى أن شركة البيانة ستواصل بالتنسيق مع بلدية عين زار توفير بعض الاحتياجات الأساسية الأخرى والتي تساهم في تخفيف الأضرار على العائلات بالمنطقة. ناقش اجتماع لجنة متابعة وتنظيم توزيع الوقود والغاز ببلدية زليطن الخميس بديوان البلدية مع مديرية أمن زليطن وفرع جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة مشاكل تهريب البنزين والديزل من محطات الوقود بالبلدية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خروج دوريات مشتركة بين الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب الوقود ومراقبة مستودعات الغاز. كما اتفق المجتمعون على ضرورة مداهمة محلات بيع وتعبئة اسطوانات غاز الطهي الغير مرخص لها داخل البلدية ومصادرة الاسطوانات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. قال رئيس لجنة الإشراف على توزيع الحقائب المدرسية وعضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة أن المدارس المستهدفة بالتوزيع اليوم الجمعة هي مدرسة الغريبات ومدرسة شهداء بدر ومدرسة الفجر الجديد ومدرسة أضواء سرت وكذلك مدرسة الصقور بحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي سرت. أقامت منظمة مبادرة التغيير السلمي بالتعاون مع المجلس البلدي سرت والمشاركة مع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الشراكة بالبلدية ورشة عمل بعنوان كيفية إيصال البيانات للحكومات العليا. الاجتماع كان بقاعة الاتحاد العام لطلبة المنطقة الوسطى، كما حضر الورشة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بسر. عقد المجلس البلدي للبوانيس اجتماعا تشاوريا صباح الأربعاء مع عدد من مجلس الحكماء بالبلدية ومدير مديرية الأمن للبوانيس والضباط التابعين لمديرية الأمن البوانيس، وذلك لدراسة وضع المديرية والوقوف على الإشكاليات التي تواجه بداية العمل بها، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا ومن أهمها رفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين والخارجين عن القانون، تفعيل مراكز الشرطة في المحلات الثلاث سمنو وتمنهنت والزيغن على مدار 24 ساعة، وكذلك العمل على إعداد خطة لتسيير دوريات أمنية داخل نطاق البلدية وتأمين الحاجات الماسة للمواطن بالإضافة لاحترام أفراد الشرطة في الشارع وتفعيل النيابة والدوائر القضائية. في الختام تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. لجنتي صياغة تعديل اتفاق إسخرات تختتم جلسات الأسبوع الأول اليوم الخميس. البعثة الأممية تؤكد مواصلة الاجتماعات الأسبوع القادم. أعضاء عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يستنكرون طرح العملية الدستورية في اجتماعات تعديل اتفاق إسخرات في تونس. القمة الأوروبية في بروكسل تناقش تداعيات الهجرة غير القانونية ومعالجة أسبابها في ليبيا. جاء في هذه النشرة أيضا مدير إدارات التعليم يناقشون مع مراقبي التعليم بعدد من المدن الغربية تطورات اعتصام المعلمين.
هذه النشرة انتهت مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.